منحت جائزة نوبل للاقتصاد لسنة 2019 بشكل مشترك لثلاثة باحثين أمريكيين، ويتعلق الأمر بأبيجيت بنجاري ومايكل كريمر والفرنسية الأمريكية إستر دولفو، نظير عملهم لصالح تخفيف حدة الفقر في العالم حسب الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم. فيما أكدت المؤسسة المسؤولة عن منح الجائزة أن البحث الذي أجراه الفائزون هذا العام قد حسن بشكل كبير من محاربة الفقر في العالم. يعتبر الفقر بجميع أشكاله من أكثر مشاكل البشرية إلحاحاً، لذا فالحاصلين على جائزة هذا العام استفادوا من مقاربة جديدة للحصول على إجابات موثوقة حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم.